هاي. كثرة استعمال الهواتف المحمولة والتابلت عم بتساهم بتغير شكل الهيكل العظمي عند الناس وببروز نتوءات بقاعدة الجمجمة. وعم تتطور هالنتوءات عند الأشخاص الأصغر سناً بشكل أسرع، خاصة بين أعمار 18 و30 سنة. سبب ببروز الطفرة العظمية هو كمية الوقت يلي بيقضي الناس خاصة الشباب بالنظر لتحت، يلي عم بيسبب ضغوط كبيرة على الأجزاء الأقل استخداماً من الجسم فبتتغير. تحديداً عم بيتم الإفراط باستخدام العضلات يلي بتربط الرقبة مع الجزء الخلفي من الراس لأنها بتحاول تمسك الجمجمة، واستجابة لهالعضلات يلي صارت أكبر وأقوى، فالهيكل العظمي عم بينمي طبقات جديدة من العظام لتعزيز وتوسيع المنطقة. مين قال إنه دراسة تانية أكدت إنه استخدام الهاتف الذكي ممكن يغير شكل الإيد تدريجياً؟ أنا قال. شوفكم بكره.